بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في أن أهل السنة لا يتكلمون في الله ودينه وكتابه بغير علم، ونشهد أنه كلام رب العالمين. نشهد ونؤمن ظاهرا وباطنا، ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربنا تكلم به سبحانه حقيقة، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه هو كلام الله تعالى، مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسن أو مسموعا بالآذان. قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة: ونشهد أنه أي القرآن كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، ونشهد أنه كلام رب العالمين. قوله ونشهد أنه كلام رب العالمين، أي أن القرآن هذا الذي بين أيدينا مكتوبا في المصاحف ومتلوا بالألسنة ومسموعا بالآذان، كل هذا يقال له كلام ربنا، ولا نحرف ولا نؤول ولا نقول خلاف ذلك، لأن القول في القرآن بخلاف ذلك مخالفة لأهل السنة والجماعة، مخالفة لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين فمن بعدهم، فالقرآن متلقى بالتواتر والإجماع والحمد لله. ونشهد أنه كلام رب العالمين. إذا قيل ما هذا الكتاب الذي المصحف، يقول هذا كلام ربنا جل وعلا تكلم به وتكلم به، ولولا أن الله يسره وسهله لنا لما عرفناه ولما استطعنا أن نقوله، لكن الله جل وعلا يسر لنا ذلك وصهله علينا، فهو كلام ربنا جل وعلا بلا شك ولا إشكال، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم:
إن جاءك أحد من المشركين من الكفار قال أريد أن أدخل بلادكم وأقيم عندكم شهر أو أسبوع أو سنة لأتفهم الإسلام وأعرفه، فإن أعجبني دخلت فيه معكم وإن لم يعجبني رجعت إلى بلادي. فيقول الله جل وعلا لعبده ورسوله إذا أتاك مثل هذا فاقبله وأدخله حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن كلام الله لا إشكال في ذلك، وليس عبارة عن كلام الله ولا ترجمة لكلام الله ولا معنى كلام الله، وإنما هو كلام الله بذاته جل وعلا، تكلم الله به وسمعه جبريل من ربنا تبارك وتعالى وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم، فألقاه محمد عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة رضي الله عنهم وحفظوه في قلوبهم وصدورهم وبلغوه لمن بعدهم. فلا نقول في الكلام إلا ما قال الله جل وعلا هذا كلام الله، ولا نقول هذا عبارة أو ترجمة أو معنى، بل هذا كلام الله جل وعلا حروفه ومعانيه. كل هذا الكلام الذي في المصحف هو كلام ربنا جل وعلا. وطوائف البدع كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الحديث علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر. ما كانت طوائف الضلال موجودة، ما كانت الأشاعرة ولا الجهمية ولا المعتزلة ولا الرافضة ولا إباضية ولا الشيعة ولا غير ذلك، إنما أخبر أنهم سيكونون كذلك، فوجد خبره كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال عن الطوائف الضلال كلها في النار، كلها في النار، يعني هم مسلمون لكن يستحقون دخول النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم، ومن دخلها قد يخلد فيها لكفره وقد لا يخلد فيها، يخرج منها إلى الجنة بشهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمسلمون متفرقون مختلفون، وقول الإمام الطحاوي رحمه الله ولا نخالف جماعة المسلمين. المراد بجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، يعني المتمسكون بالكتاب والسنة. أما جماعة المسلمين اليوم فهم طوائف شتى وفرق وملل كثيرة، منهم من يستحق دخول الجنة بعد تطهيره في النار، ومنهم من لا يدخل الجنة أبدا كالمشركين، منهم من يدعي الإسلام وهو كافر بالله العظيم. ونشهد أنه كلام رب العالمين.
لا يخالجنا ولا يخالطنا أي شك أو ريب أن هذا القرآن هو كلام الله جل وعلا. فيقول مثلا قائل لآخر: أعطني من كلام الله جل وعلا يدل على ما تقول. فقول له: كلام الله هو هذا القرآن، وقد قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ يسمع كلام الله القرآن. فإذا سمع القرآن وأعجبه وهو إذا كان منصف وعاقل فسيعجبه، وإن لم ينصف ولم يعقل فيقول: لا، إسلامكم لكم ولا أريد منكم شيء. نقول: أين تريد؟ نبلغك مأمنك، لا نطردك من البلاد هكذا، نخشى أن يلتقطك بعض اللصوص أو بعض المجرمين، أو يؤذونك أو يضربونك أو يأخذون ما معك. لا، نوصلك المكان الذي تأمن فيه. يقول: وصلوني لكذا من البلاد. نقول: أهلا وسهلا، مع السلامة. ثم حري به بعدما يرشد ويتأمل أن يقول: والله سمعت من الإخوان في مكة أو في الرياض أو في مصر أو في السودان أو كذا أو كذا من البلاد كلاما عجيب حسن، إلا ورى ما أتأمل ما سمعته منهم وأكون واحد منهم، لأنهم ليس لهم مطامع دنيوية، ولا أخذوا مني شيء، ولا أرغموني على مذهبهم، وإنما سمعت كلامهم وما يقولون وذهبت إلى بلادي آمن مطمئن. لكن بعدما استقريت في بلادي تأملت كلامهم فوجدته حسن، فوجدته صحيح، فأنا أريد أن أعتنق هذا الإسلام، هذا الدين الحق. والإسلام دين حق، دين العقل، دين التمييز، دين الأمانة، دين الاستقامة، دين الخير لمن وفقه الله جل وعلا لذلك. وكثير من المسلمين يتسمى باسم الإسلام ويقول اسمه عبد الله أو عبد الرحمن أو علي أو صالح مسلم، لكنه بعيد كل البعد عن الإسلام، يغش، يسرق، يزني، يشرب الخمر، وهذه الأمور لا تخرجه من الإسلام، لكنها ليست من تعاليم الإسلام. وبعضهم يشرك بالله العظيم والشرك يخرجه من الإسلام. نشهد ونؤمن ظاهرا وباطنا، يعني لا يخالجنا أي شك، يقول هذا كلام الله، تكلم الله جل وعلا به صح. ظاهرا وباطنا، ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربنا تكلم به سبحانه حقيقة، خلافا لما يقول المعطلة والجهمية والأشاعرة. يقول بعضهم: خلق هذا الكلام في شجرة، ثم جاء جبريل وأخذه من الشجرة، شجرة تخاطب وتقول: أني أنا الله رب العالمين. هذا عبارة عن كلام الله، كلام الله قائم بذاته ما يطلع، لكن هذا تفرس جبريل وأخذه من فراسته، قال هذا كلام الله، ما يقول جبريل هذا كلام الله وليس بكلامه.
ولا يجوز لمحمد أن يقول كلام الله، ولا يجوز لنا أن نقول للكافر الذي يأتينا اسمع هذا كلام الله، ما يجوز لنا أن نقول هذا كلام الله لو لم يكن كلام الله. يجوز لنا أن نقرأ عليه فاتحة الكتاب ونقول هذا كلام الله وليس ولم يتكلم الله جل وعلا بالفاتحة، لا، هذا كلام الله. فنحن حينما نقول كلام الله نقول حقا وصدقا. ألهمه محمد؟ لا، تكلم به جل وعلا فسمعه جبريل، وجبريل أبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجب محمد عليه الصلاة والسلام بلغه للأمة، قرأه على الصحابة رضي الله عنهم فحفظوه وبلغوه لمن بعدهم واحدا بعد الآخر. وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، الحمد لله رب العالمين، هذا كلام الله، حروفه كلام الله، معانيه كلام الله، وكله كلام الله. وهو كلام الله تعالى مكتوبا في المصاحف، يعني الكتابة اللي في المصاحف كلام الله، القراءة التي يقرأها الواحد منا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا من هو كلامه؟ كلام الله جل وعلا. حينما أسمع القارئ يقرأ يقول ماذا يقرأ؟ يقرأ كلام الله. أو محفوظاً في الصدور، أو متلواً بالألسن، أو مسموعاً بالآذان، كله هذا كلام الله. ما نقول هذا عبارة أو هذا فيض إلهي كما يقول بعضهم، فيض إلهي أفاضه على محمد فبدأ محمد يتلوه ويقول هذا كلام الله، لا، محمد منزه عليه الصلاة والسلام من الكذب والافتراء أن يأتي بكلام يقول هذا كلام الله. الله جل وعلا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه الوتين، هلكناه ما نتركه يسب علينا ونصقره، لا جل وعلا. فالذي يقرأه القارئ نقول هذا كلام الله. رد شوي سطرين. نشهد ونؤمن ظاهرا وباطنا. نشهد ونؤمن ظاهرا وباطنا ونقر بقلوبنا وألسنتنا أن هذا القرآن كلام ربنا تكلم به سبحانه حقيقة، وأنه كلام الله حروفه ومعانيه، هو كلام الله تعالى مكتوبا في المصاحف أو محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسن أو مسموعا بالآذان. فالذي يقرأه القارئ نقول هذا كلام الله، أي المتلو. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لكن نحن نسمع كلام الله من صوت القارئ كما سمع الصحابة القرآن بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعه الرسول من جبريل عليه السلام، وسمعه جبريل من رب العالمين. صوت القارئ، يعني إذا قرأ القارئ إن هذا كلام الله، الصوت هذا من هو صوته؟ صوت القارئ يقرأ علينا كلام الله جل وعلا. ما هو صوت القارئ كلام الله؟ يعني أن الله تكلم بهذا على هذه الصفة، هذا كلام الله. هذا القرآن الذي يتلوه الرجل أو الإمام أو المعلم أو غيره هذا كلام الله، لكن إذا سمعنا الصوت نقول هذا صوت فلان
هذا القارئ فلان، هذا الإمام الحافظ، هذا كذا هذا كذا، هذا صوته له، وكلام الله هو لا يتغير. لكن نحن نسمع كلام الله من صوت القارئ كما سمع الصحابة القرآن بصوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمعه الرسول من جبريل عليه السلام، وسمعه جبريل من رب العالمين، وقوله نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين، من هو الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام، روح يعني حياة. نزل به الروح الأمين، الأمين المحفوظ، أمين ائتمنه الله جل وعلا على وحيه، أمين ائتمنه الله جل وعلا. فلا يليق بنا أن نقول هذا جبريل خان الأمانة. هل يليق أن نقول بروح الأمين الله جل وعلا ائتمنه على الوحي ويطلع عليه ويسمع ما يقول ونقول أنه خان الأمانة؟ أرسل إلى زيد فذهب بها إلى عمرو الرسالة، ما يتصرف جبريل؟ جبريل ائتمنه الله جل وعلا على هذا الشيء، فلا يمكن أن يبدل ولا يزيد ولا ينقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ولا تأتينا يا جبريل تكثر زيارتنا، أنزل الله جل وعلا عليه وما نتنزل إلا بأمر ربك، ما نقدر نجي ولا نروح إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. فهو جل وعلا هو المتصرف التصرف الكامل في هذا الكون. نزل به الروح الأمين، سمي روح لأنه حياة، وأمين بعيد عن الخيانة والغش والزيادة والنقص، كما يقول بعض الناس إنه خان الأمانة. تعالى الله عن أن يخون جبريل أمانة ربه ويقره الله جل وعلا على ذلك. وقوله نزل به الروح الأمين، جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، وهو روح القدس، وهو روح القدس المقدس المكرم، وهو الروح الأمين. نعم. وقوله فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، كما قال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قوله فعلمه سيد المرسلين، علمه أو علمه يصح، تلاه جبريل فعلمه محمد، أو تلاه جبريل وعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأخذه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل. جبريل عليه السلام تلاه على محمد صلى الله عليه وسلم فسمعه وحفظه وعلمه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتاه جبريل بالوحي يسرع عليه الصلاة والسلام خشية أن ينسى منه شيء، فنهاه الله جل وعلا عن ذلك، فقال طمأنه بأنه سيحفظه إياه ولن يزيد فيه ولن ينقص، طمأنه ربه بأنه سيعلمه ولا تسرع فيما يوحى إليك، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأه عليك جبريل فاتبعه
وأنت مأمون ومضبوط، والله جل وعلا يحوطك ويحميك من أن تلقى الشياطين شيئا من القرآن أو تأخذ شيئا منه قبل أن يصل إليك أو تحرف أنت أو تزيد، أبدا مأمون. إن هو إلا وحي يوحى، هذا الكلام الذي يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شديد القوى من هو؟ محمد جبريل عليه السلام. شديد القوى علمه شديد القوى، علم القرآن محمدا صلى الله عليه وسلم جبريل شديد القوى، قوي عليه الصلاة والسلام، كما جاء أنه اقتلع قرى قوم لوط وكانت سبع مدائن في منطقة واسعة، فقلعها بطرف جناحه من تخوم الأرض وقلبها من فوق، رفعها بطرف جناحه، رفع الأماكن كلها المنطقة كلها، رفعها بطرف جناحه حتى سمع الملائكة في السماء صياح ذيكتهم ونباح كلابهم ثم نسفها على أسفلها فجعل أعلاها أسفلها بقوته وعظمته عليه السلام، وقوته من قوة الله جل وعلا، الله جل وعلا الذي وهبه هذه القوة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو منزلة عالية عند الله جل وعلا، ذو مرة عزة ومنعة ورفعة وأمانة، وهو بالأفق الأعلى، هو بالأفق الأعلى نازل من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. نزل جبريل عليه السلام من السماء، أول ما نزل يقال أنه كان في جهة جياد، سد الأفق كله ما يشوف الواحد السماء أبد، من عظمته له 600 جناح جبريل عليه السلام، ثم نزل شيئا فشيئا حتى صار مثل أي واحد من الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء مرة في صورة دحية الكلبي رجل عظيم من رجالات العرب، وجاء في صورة رجل غريب، وجاء في صورة رجل مسافر، يأتي قدره الله جل وعلا على التشكل، وجبريل وهو يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة فيخاطبه ويكلمه ويذهب، تقول عائشة رضي الله عنها لما رأته قالت لا أشك أنه دحية الكلبي، رجل من رجالات العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه في أمر من الأمور، فلما ذهب خبرها صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل. والرجل الذي جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ويقول عمر ولا يعرف منا أحد، ما كان مسافر، هو مسافر ولا يعرف أحد من أهل المدينة، لين جاء؟ جاي من السماء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جلس بجنب النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ووضع يديه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني يا محمد عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان،
أخبرني عن الإحسان، وكل ما أخبره بشيء قال صدقت. قل عجبنا من هذا الرجل، يأتي إلى الرسول يسأله ويصدقه، شدري أنه صدق يعرف. فلما ذهب ودع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس الرجل، التمس الرجل، دوروه ما لقوه، اركضوا منه ومنه ما لقى واحد، راح فوت. الله أكبر. قال أتدرون من هذا؟ قال لا والله يا رسول الله ما ندري من هذا، هذا غريب، غريب ولا هو غريب، يعني شكله شكل مقيم تنظف ومستعد، جاي للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، جلس معهم. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يعلمكم، هذا هو بيتعلم، يريد أن تسمعوا مني الجواب وتأخذونه عني. ولا فرض نفسه كأنه شيخ للرسول عليه الصلاة والسلام، لا، يستفسر منه، يسأله. وهو بالأفق الأعلى، يعني جبريل في الأفق الأعلى، نزل من السماء وسد الأفق كله، ثم بدأ ينزل شيئا فشيئا حتى صار بمثابة رجل واحد. فكان قاب قوسين أو أدنى، قاب قدر، قدر قوسين، القوس الذي يرمى به قاب قوسين بقدر يسير أو أدنى، أوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه إليه جبريل. جبريل يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هذا كلام الله اسمعه مني. أوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما ما رأى، يعني هذا حقيقة صدق. فجبريل هو الموكل بالوحي، ولهذا أضاف الله القرآن إلى الرسول من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأضافه إلى الرسول من الملائكة وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. فالمراد بالرسول في هذه الآيات محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه في سورة التكوير فلا أقسم بالخنس. الأول يخبرنا جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أخذ القرآن من جبريل، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، هذا قسم من الله جل وعلا، إنه لقرآن، إنه لقول رسول كريم، هذا القرآن الذي تسمعونه قاله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو اللي يبلغه عن الله جل وعلا، فاللي تكلم به أولا الله، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه الأمة، وجبريل تبلغه من ربه تبارك وتعالى.
إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ليس بقول شاعر هذا القرآن كما قالوا فيما تشاوروا عليه الكفار قريش لما قرب وقت الحج اجتمعوا وتشاوروا قالوا طيب الناس هل حنيجونكم وهذا محمد فصيح وبليغ يقدر يسيطر على الناس بحسن منطقه وكلامه. خلونا نتفق على شيء نقول إن محمد هذا كذا ثم شاعر ولا ساحر ولا كاهن علشان يتجنبونها الناس ولا إن سمعوا منه سيسلمون ويتابعونه ثم ينقلبون علينا يقاتلوننا. لكن خلونا نتفق على شيء قالوا يلا قالوا الوليد بن المغيرة قولوا قالوا قل أنت يا سيدنا قال لا قلوا وأنا أسمع. قال واحد منهم يقول هذا شاعر قال لا ما يصدقونكم نعرف الشعر هذا ما هو شعر القرآن ما هو شعر. قال نقول كاهن قال ما هو كهانة ما هو كاهن نعرف الكهانة ونعرف السحر قالوا سحر قال ما هو سحر هو يعرف شقي لعين يعرف قال ما هو كذا ما هو كذا ما هو مش يقول فيها جل قال فيه قال نقول إنه قول البشر قول الناس قول الناس سمعوه من العجم والعرب وبدأ يصوصوه وقالوه لنا. قال الله جل وعلا سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ثم قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين يطعن رقمته. لو تقول علينا كذب علينا ما نتركه نتركه يكذب علينا ونسكت عنه لا ما يليق. اللي يعترف بوجود الرب جل وعلا يعرف هذا الكلام إن الله جل وعلا قال لو تقول محمد علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بالقوة ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين القان في الحلق يتصلان بالقلب نقطع قلبه لو تسلط علينا أو كذب علينا. المراد بالرسول في هذه الآيات هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي يأتيكم يقول لكم محمد الأمين يبلغكم إياه. فالمراد بالرسول في هذه الآيات محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه في سورة التكوير فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وهذا جبريل عليه السلام. يقول الله جل وعلا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس النجوم. يقسم الله جل وعلا بالنجوم الخنس التي تخنس وتغيب الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. يأتي بكلمات عجيبة غريبة بليغة جل وعلا لأن هذه الآيات من أوائل ما نزل تبليغ للناس بأن هذا القرآن ما يستطيع البشر أن يقوله. فيقسم الله جل وعلا بما شاء من خلقه والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه. وأما نحن
فلا نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس انتشر وجاء والصبح إذا تنفس شبه الصبح بالآدمي الذي يتنفس. إنه أي القرآن لقول رسول كريم جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذي قوة. جبريل قوي كما تقدم لنا عند العرش مكين متمكن عند الله جل وعلا قوته وقربه من الله جل وعلا. مطاع ثم أمين. مطاع في الملائكة يعني إذا قال للملائكة شيء يطيعونه وإذا قال للرسل شيء يطيعونه. ثم أمين يعني مع كونه أمين مع كونه مطاع هو أمين جل وعلا على الوحي ما يزيد فيه ولا ينقص. فهذا القرآن كلام الله جل وعلا ويجوز لنا أن نقول هذا الكلام من سمعناه من محمد صلى الله عليه وسلم من سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه الصلاة والسلام. وهكذا فهو كلام الله حقا حروفه ومعانيه ويجوز أن ينسب إلى المبلغ له. جبريل بلغه محمد ومحمد بلغه للأمة. وأثنى الله جل وعلا على الرسولين بأنهم محل الأمانة والثقة لا هو جبريل ولا محمد صلى الله عليهم وسلم. هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة يعني يقولها أهل السنة والجماعة من قديم الزمان من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا الذين تمسكوا بالكتاب والسنة. طحاوي هذا في القرن الثالث رحمه الله مصري الجنسية من مصر طحا من طحا بلد مصر رحمه الله قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأكثر من 1000 سنة أو حول 1000 سنة وكلهم عقيدتهم واحدة رحمة الله عليهم. ما يقال هذه عقيدة الوهابية أو نحو ذلك لا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي رسول الله هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذول الناجون فرقة الناجية. يقول السائل ما معنى قولكم أهل السنة والجماعة ومن سمي بهذا الاسم وهل هم الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم؟ أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بالسنة الذين يتمسكون بالسنة يتمسكون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحيدون عنه وهم جماعة المسلمين هم جماعة المسلمين وهم أهل السنة والجماعة. سائلة تقول هل الطواف بالكعبة بعد العمرة للمرأة جائز أو الصلاة والقعود في الفندق أفضل؟ الصلاة في الفندق أفضل من صلاة المرأة في المسجد الحرام لكن الطواف
ما تطوف إلا بالمسجد الحرام بالكعبة، فيحسن بالمرأة أن تأتي في غير الزحام لتطوف في الكعبة، تأتي في غير الزحام. وأما في وقت الزحام والشدة فيحسن أن تصلي بالفندق. فرق بين الصلاة والطواف. الطواف لا يتم له الطواف إلا بالكعبة، ويحسن بها أن تطوف قدر المستطاع وتكثر من الطواف، لكن لا تزاحم الرجال. يقول السائل: كيف يتم زواج من كانت خارج بلاد الإسلام وبعضهن ليس لديهن أولياء أو أمور؟ يتم الزواج بسهولة ويسر إذا كان المرأة في أي مكان وأرادت الزواج من شخص يعجبها، فإنها تتصل بوليها إذا كان أبوها أو أخوها أو عمها مسلم، تتصل به وتقول: أرسل وكالة لفلان ليزوجني بفلان. فإذا لم يكن لها ولي مسلم، هي أسلمت الآن مثلا جديدة في الإسلام وليس لها ولي مسلم، فتجعل ولايتها لمن يتولى أمور المسلمين في بلادها: المركز الإسلامي، المكتب الإسلامي، مكتب الدعوة، مكتب كذا، مكتب كذا. تقول: زوجني بفلان ويتولى ذلك. المكاتب الإسلامية بمثابة الدولة المسلمة للمسلمين في الدول الإسلامية، فإن اشتجروا لا نكاح إلا بولي، لأن المرأة ما تستطيع أن تنكح نفسها ولا تتولى ولاية نفسها، لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها المرأة، وإنما يزوجها أولياؤها، فأولياؤها أقاربها من الرجال. إذا لم يكن لها أقارب مسلمين فتجعل هي ولايتها لفلان ليتولى تزويجها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ما يتم النكاح إلا بولي. فإن اشتجر الأولياء أو لم يكن هناك ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا كانت في بلاد إسلامية تأتي للقاضي، عندنا هنا جعل ولي الأمر الولاية من بعده ليبيد القضاة، فالقضاة هم الذين يزوجون المرأة التي ليس لها ولي. السلطان ولي من لا ولي له. يقول السائل: إمام مسجد يؤذن للصلاة ثم يأتي آخر ويقيم الصلاة حتى اعتاد الناس على ذلك، ما في بأس، هذا ما في حرج. يقول: هل المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قرقرة الأمعاء؟ يعني حتى يتأكد أنه أحدث، يسمع صوت الفساء أو الضراط أو يجد ريحا خبيثة يعرف أن هذا رائحة. أما قرقرة البطن ونحوها فهذه لا تثبت الحدث. يقول السائل: هل يجوز صرف الزكاة على الأوقاف مثل مكاتب الدعوة وحلقات تحفيظ القرآن؟ مكاتب الدعوة وتحفيظ القرآن وغيرها هذه غالباً أنهم عندهم مصارف للزكاة. إذا وضحت لهم قلت: هذا زكاة،
فإنما يصرفونها في مصارف الزكاة. إذا قلت هذا تبرع فإنما يصرفونها في غير مصارف الزكاة. يقول: هل يجوز الدعاء للأجنبية؟ نعم، تدعو لها بالتوفيق والسداد، تدعو لها بأن يرزقها الله المال، بأن يرزقها الله الولد، بأن يصلح حالها، سواء كانت أجنبية أو محرم. يقول السائل: كنت أطوف بالكعبة فأحسست أنه خرج مني شيء من المذي، لكني واصلت الطواف وأكملت وصليت ركعتين وخرجت للوضوء وألتمس ولم أحس بشيء وتوضأت وعدت، فما الذي يلزم عند خروج المزي وأنا في الطواف أو الصلاة؟ صلاتك صحيحة ما دام أنك ما أحسست بشيء واضح وإنما شك، والصلاة صحيحة. يقول السائل: أنا من مصر، لي ميت في مقبرة قديمة، فهل يجوز نقل الميت من المقبرة القديمة إلى مقبرة جديدة نظرا لتجديد المقبرة القديمة؟ عليك أن تراجع الجهة المسؤولة عن المقابر هل تسمح بهذا أو لا، لأنك قد لا تجد في القبر شيئا، لا تجد فيه إلا عظاما بالية، وقد تجد الجسم على ما كان عليه، فهذا يختلف اختلاف أحوال الناس. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب.